بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم؟ يا رب طيبين. اشتقت لكم، وحشتوني قد الدنيا. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضا من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخباركم يا حبيباتي؟ إن شاء الله يا رب بخير وصحة وعافية، ويا رب كلكم بأحسن حال إن شاء الله. اليوم كذا عدنا فيديو خفيف لطيف ظريف. أنا قاعدة أصور لكم الفيديو، منتجكم يا عارفين وين، بين خزانة والفراش، واقفة كذا وسادة المكان لأنه عندي برا لجة صوت علشان يطلع لكم المونتاج واضح، ما أحب أخربط بالمونتاج. الفيديو حماسي، مش هذا الفيديو اللي حماسي، الفيديو الجاي اللي في لا يفوتكم تنظيف ترتيب تعزيل أشياء كذا من أعماق قلبي أنا حابة أنه أسويها معاكم. بس أكيد لازم أوريكم المشتريات اللي أنا جبتها المطبخي. أنا صورت معاكم الجزء الأول وهذا الجزء الثاني من المشتريات، في أشياء مرة حلوة، وكمان أذكر لكم أسماء المحلات وأذكر لكم الأماكن اللي أجيب منها. تعليق جاني يقول: يا أم سارة، أنت تنصحين بالاقتصاد وأنت شارية مواعين رمضان؟ ركزوا الله يعافيكم، هذه مش مواعين رمضان، هذه أغراض البيت ناقصتني وكماليات جبتها لا أكثر ولا أقل. جيبي حاجة علشان تشربينها ويلا معاي بلشي الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو حاب أعرفكم على اللطيفة حنان، أكيد بصوتها بخلي لكم رابط حسابها في صندوق الوصف وكمان في أول كومنت مثبت. تعالوا نشوف لطافتها. صباح الخير أو مساء الخير حسب ما تشوفون الفيديو، ومرحبا يا أحلى متابعين متابعين أم سارة قناتي، أعلمكم كيف تجددون الطاقة وتحبون الورد والصباح والقهوة والهمل والروتين. قناتي مليانة إيجابية، طبخ وترتيب تنظيم وتنسيق طاولة الطعام، وهوايات مثل الرسم والأرت لاتيه اللي هو الرسم على القهوة. أنا متجددة، ممكن تلاقوني فجأة بهواية جديدة من هواياتي أيضا وأحبها كثير، وتنسيق الديكور. ما تخلو قناتي ما شاء الله تبارك الرحمن من جمال بنتي الصغيرة كروم. أيضا مشترياتي وطلبياتي وجولاتي بالأسواق، أتمنى تعجبكم قناتي. معاكم القناة لا تخلو من البساطة والعناية والاهتمام بنفسك بشعرك بشرتك، وأحب أصور يوم الجمعة وأجواء وطقوس جميلة. معكم قناة سمبل فلوج حنان، أتمنى تشتركون بقناتي وتعجبكم يا رب. حطيت هذا الجاعد حلو من آيكيا. السالفة هذه اللي بعدلكم إياها، خلوني أشيل هذه الأغراض علشان تشوفون السالفة. اشتريت هنا هذه القاعدة أحط تحت شمعة، هنا أحط البريك تمام عشان لما تقهوى أنا وأبو صارونتي أو تجي ماما أو تجيني واحدة من خواتي يعني متونس كذا عليها. خلوني بس أثبت الغطاء تمام. شوفوا حيل يا بنات حلوة، في ألوان كان بس ما أدري حبيت أخذ الوردي. شوفوا حيل حلو. في واحدة قالت لي: يوم سارة أنت كيف تشترين مواعين وردية وأنت ما تحبين الوردي؟ أنا ما أحب الديكورات التركية، فهمتوني؟ ما أحب الديكورات التركية اللي هي المطبخ أبيض، الديكورات وردية هذه ما أحبها، أنا أحب كذا الأشياء هذه. لكن كمواعين عادي أجيبها، ما عندي مشكلة. كان عندي طقم طياس زهري يعني أو طناجر. حيل حلو يا بنات مع صحن التمر، شايفين مرة لطيف وجميل. هذا من مكان وهذا من مكان، كنت أدور حاجة تلبق مع هذه، لقيت هذا آخر شيء مع صينية خشب وفناجين زهرية يطلع روعة. الأغراض الثانية شوفوا، خذيت هذه الدروج علشان التنظيم بالمطبخ. شوفوا خذيتهم 23، خلوني أفتحهم. تمام، عندي كومة كراكيب من داخل لا يعلم فيها إلا الله، عندي كومة زبايل الله يكرمكم. شوفوا الدروج مرة حبيتها، أقدر أحط هنا ستيكر وأكتب اللي أبغى، شايفين مرة لطيفين. تشوفونها معاي إن شاء الله بفرش المطبخ وتنظيم المطبخ. حجمهم صراحة كبير مش صغيرة، لا والله حلوة، خامتها يعني عالية، جودتها حلوة.
خلاص حتى اقدر احطها على الطاوله مثلا اذا بغيت احطها على الطاوله، واحط فوقها اي حاجه انا حابتها. شوفوا اي حاجه فوقها تركب، تعطي منظر يعني حلوه. قلت لكم في تغييرات بغيرها بمطبخي، اشياء جديده اول مره بتشوفونها معي. هنا شوفوا خذيت نفس الدروج هذه اطلعها، وزي ما قلت سعرها يا بنات 23، وخذيت هذه السلال علشان التنظيف. شوفوا هذه السلال حبيتها، ثلاث حبات بس الثالثة انا ما ادري وين، يمكن بالمخزن. شوفوا حيل حبيتهم للتنظيف، طبعا هذه سلال غسيل بس انا ابغاهم علشان التنظيف، مرة حابتهم. حجمهم كبير، سعر الواحد يا بنات 23. تمام، هذه بحط فيها ورق القصدير، ما ورق القصدير، هذه الاشياء اللي تحس وتكركب الدروج بحطها هنا، بنظمهم ان شاء الله. عندي شوية اغراض، شوفوا خذيت هذا ايش هذا الصندوق، ماني عارفه وشو هذا السياج، برضه حابه شكله، قلت لو ابغى احطه على الشباك يجي. انا لسه طبعا ما قررت شيء، انا بس اوريكم. تمام شوفوا لو بغيت احطه على الشباك، لا يجي يطيح، هذول ممكن على الشباك، انا ماني عارفه لسه. شايفين كل حاجه تركب يعني، شوفوا كذا مثلا اي مكان احطهم كذا يعطون منظر، حيل حبيتهم. هذا يا بنات هذا سعره كان اتوقع 5 ريالات، لانه ترى بلاستيك، بس شوفوا والله اوقات تطيحون باشياء حلوه بالديكورات، تطيحون باشياء زينه يعني. هذا السياج يا بنات، ولا اي سياج من كاسر الاسعار، هذولا لا، هذولا من عالم الوسام. تمام، او زاوية الوسام. هنا خذيت هذه العلب، شوفوا حيل حبيتهم للنسكافيه، مبيض النسكافيه، ادري بتقولوا لي مضر، انا عارفه مضر، ما يكون بادمان، ما يكون كذا باعتدال يعني، مكتوب عليه تي، بس عادي حيل حبيت منظرهم. في اللي بعد احطهم هنا، يمكن ما ادري يدخل ولا لا، ما يجي. شوفوا حيل حبيت منظرهم، في التفاصيل هذه تأسرني، شوفوا التفاصيل، التفاصيل هذه كذا تجذبني. خشب طبعا، بس صوت الخشب عافية. خذيت اثنين، هذا واحد وهذا واحد، تمام حبيتهم حيل حبيتهم. طيب هنا خذيت شوفوا نفس السلالة المشوار الكبيرة، هنا خذيت نفس السلالة الكبيرة، شايفينها، خذيت اثنين بعد يعني انا ماخذة 4 طلات. وهنا خذيت ملاعق، ملاعق سادة ما عليها ولا أي شيء، تمام. وهذه تعليقة تلزق بالجدار، بعلقها على باب الحوش، مكتوب عليها هوم، فيها من ورا دبل فيس تثبت تثبيت سودة، لأن الكلمة اللي على الباب عندنا مكتوب عليها ويلكم، بعلقها معاكم كمان، كمان سودة. حبيت منظرها، حاطة أنا برا أكليل ورد، يعني منظرها لطيف وحلو، بفتحها معاكم تشوفونها. بس خشب طبعا، سعرها يا بنات 5 ريالات. شوفوا شوفوا كذا، حتى فيها رف صغنون، يعني حابين تحطون شيء عادي تاخذ شمعة صغيرة، فواحة تاخذ. تمام شايفين حيل حلوة، مكتوب عليها سويت هوم. كان في أشكال كثيرة بس أنا أحب اللي فيه عبارات يعني. طيب الكيس هذا ابو 5، تمام، بس هذا الكوب وقع بالخطا هنا يا بنات. شوفوا جمال الكوب، كوب خشبي، اتمنى يكون واضح. انا وماما خذينا، يا الله حلو الشاي، فظيع فظيع، تخيلوا ما يسخن من برا، تقعدين كذا تمزمزين فيه. هذا حق مزاج، الكوب هذا حق مزاج، حيل جميل. راحت ماما تبغى تاخذ الاخواني كلهم وتبغى تحفر الاسماء، تبغى تكتب مثلا نور، امنه، آلاء، عبد العزيز، أسماء أخواني وخواتي على الأكواب، بس لقينا الأكواب خالصة. بس يا الله هذا حق صبي شاي وقعدي كذا وروقي، حيل حلو. عادي مكتوب عليه رمضان كريم، طبعا يعمل بالبطارية، شايفين؟ أبغى أحطهم عندي برمضان بأول، تمام؟ لو حابة أعمل جري مرة واحدة يعني
بكيت واحد، شوفوا جمال الصحون حيل حلوين، شوفوا شوفوا يا الله ايش قد لطيف، شايفين مرة لطيف، مرة مرة لطيف حلو. هذا كمان ب5 ريالات خذيته. هنا خذيت، شوف الصحن من الطرف منكسر اضطر ابدله، خذيت هذا الصحن وهذا بس لي ابو سارة، بس الصحن يا بنات ب5 تمام. خذيت معاهم صحن كبير احط فيه القطايف، احط فيه الجيمات، هنا مثلا احط السمبوسة، هنا الشوربة. قلت لكم انا ما اهتم بالضيوف، انا اهم شيء عندي بيتي، الضيوف لهم طقم مخصص، انا رفعته من زواجي والله لا بدلت ولا غيرت، خلاص اهم شيء عندي بيتي وبنيتي وهم اللي يستانسون. هنا خذيت هذه الاكواب علشان كمان الجيلي كريم كراميل الحلا حيل حبيتهم. طبعا هذه اكواب البليسي عرفتوها، اللي هي الاكواب حقات الفرن حقات الكب كيك، تشوفون حيل حلوين. خذيت انا وماما من هذولا، كان في ذهبي وفضي كمان بس حسينا ان الملون اجمل يعني. خذيت هنا شوفوا، خذيت هذا الصحون حلوة للتغميسات، كان في الشكل هذا وفي الشكل هذا، تتوقعون اي شكل خذيت؟ اكيد ما يبغى لها تردد، فراولة. شوفوا جمال الصحون، قاعدة خشب، الصحن صراحة كيوت وناعم حيل حلو، كاتشب مايونيز حاجة كذا على العشاء، حبيتها. حتى لو بغيت استخدمه مع الطقم الاحمر يجي حلو مرة حلو. خذيت حبتين بس مثلا كاتشب مايونيز زي كذا اشياء خفيفة يعني تمام، زبدة ومربى حلوات. كمان خذيت هنا فايل علشان رمضان كمان، بس اول يوم ثاني يوم بهجة رمضان بس كذا. خذيت كمان هذه الصينية، هذه لها سالفة احنا اوريكم سالفتها خلوها هنا. طيب كمان فاين ذهبي ب5، هذا كله ب5 يا بنات. هنا خذيت هذه الصحون 1 2 3 4، هذه الصبح ابغى احط هنا بسكوت مثلا، شوفوا ابغى احط هنا بسكوت تمام، احط لي كوبين شاي واتقهوى انا ابو سارة بالحديقة، حيل حبيت شكلها تفتح النفس، او صحنين وكوبين اللي انا حابه. هذه يا بنات ب5، شوفوا 5 ريالات، هذول يا بنات كمان ب5، 4 صحون ب5. طبعا هذا ميلامين، هذا ميلامين وهذا ميلامين مش قزاز. طيب هنا خذيت كمان، خذيت كمان فوانيس على شهر رمضان برضو، هذه ب11 ريال تمام. كمان خذيت اخر حاجة، خذيت ملاعق صغيرة، ملاعق صغيرة عندي ماني عارفة تنقرض تنبلع، ماني عارفة وين راحت ملاعقي. خلاص الحين نجي للكيس بس. خذيت كاسات شاي، بالله عليكم في شيء مكسور؟ والله اني اسمع شيء يخربش داخل، تسمعونه؟ اي والله في شيء مكسور، اتوقع عيد من الايدين. هذه وهذه عندي الكاسات، كل كاسة شكل، قلت اوحد الكاسات يعني، حبيت حجمهم حجمهم كبير. خلوني اوريكم، شوفوا شوفوا هذه الكاسة، هذا اللي قصدته انا، احط هذه كذا مثلا، احط الاكواب او احط الكوب هنا اللي انا حابه يعني. خليني افتح هذه تقول المنظر جاز لي. شايفين؟ طيب احط كوب هنا، كوب هنا، شوفوا جمال المنظر، شايفين حيل لطيف. حتى مثلا لو بغيت كذا حطيت صحن هنا في حلة عادي اقدر اشيل يعني، شايفين حيل حلو حق مزاج او بريق الشاي هنا. طيب اشيل الاغراض على كده. شوفوا ايش خذيت، شوفوا الجمال يا الله ايش قد جميل يا بنات. شوفوا قالت لي ماما هذا المنظر بس تغذية بصرية، شوفوا جمال المنظر. خذيت معاه هذولا الرصيصات، شوفوا ايش رايكم حيل حلو. خليت 4 حبات عشان يملون الاصيص عندي، شوفوا
ايش رايكم كذا؟ بس ودك تتفرجين عليه. حاجة من الآخر فخمة، حاجة من الآخر لطيفة، حيل حابة المنظر. طبعا هذا يا بنات خشب، تمام؟ حيل حبيت المنظر، حيل حلو. أو إذا بغيت مثلا، ما بغيت هذا، أحط المتدلي يعني اللي أنا حابة. عموما المنظر مرة لطيف، وبتشوفون إن شاء الله معاي فرش المطبخ. هنا خذيت هذه عشان المغسلة. المغسلة عندي ميها ما شاء الله ضخها قوي، بحتاج إنه أتحكم بالمي. خذيت حبتين بجربها، ماني عارفة حلوة ولا لا. سعرها 5 ريالات. خذيت كمان مناشف للمطبخ نشفتين أيوة ب5 ريالات بعد. حلو، شوفوا. خذيت هذه للحلى، عشان إذا حطيت الدلة مع العلبة أكون مسوية هنا حلى. مرة حبيت المنظر، كيوت مع ملاعق لي والأبو سارة وسارة. بس يعني شوفوا، أسوي هنا حلى طبقات مثلا، غطي أو جيلي كريم كراميل اللي أنا حابة، وهذه الملاعق. مرة لطيف منظرها، تغيير يعني، تغيري نفسية عائلتك، والله يستاهلون. يعني سعرها يا بنات 5 ريالات بس، تعالي تغسلينها وتستخدمينها ثاني مرة. يعني زي ما قلت بها 3، لي والزوج ولبنيتي. خلاص هنا جبت هذا المنظر، شايفين جماله؟ حيل حلو. هنا بحط شيء بتشوفون ان شاء الله معاي بالتزيين. طبعا هذا يا بنات مش خشب، ما ادري كانه بلاستيك، بس بلاستيك قوي يعني، لو ضربتيها براس واحد بيموت، ما في كلام يعني. الحين تقول ام ساره تحرضنا على العنف. هنا هذه من ماما اعطتني اياها، شوفوا كبر السمبوسه مره حلوه. اتوقع هذه حلوه لسمبوسه البطاطا، اتوقع انها تجي مره لذيذه، البطاطا الهنديه تطلع مره لذيذه حلوه يعني. إنارة رمضان على شكل هلال، والله عاد حلوة. شوفوا جمالها، تشوفون؟ أبغى أولع واحد معاكم، تستاهلون. أبغى أولع واحد، شوف الهواء يا بنات يرد الروح مع الشباك، هواء فظيع. شوفوا الله، حيل حلو، شايفين؟ حيل لطيف. خامة صراحة حلوة، خامتها مش حاجة رديئة، حلوة. مزين فيها كمان بإذن الواحد الأحد بمشيئة الله تعالى، زينة رمضان. يا الله ايش قد حلو، يا الله ايش قد جميل. شوفوا طبعا هذا فانوس، بسم الله. شوفوا جمال الفانوس، حيل جميل، مرة عجبني. والحلو ما عندك بطاريات، بسم الله. شوفوا جمال الفانوس، طبعا فيه من تحت قاعدة خليني اركبها عادي. شوفوا جمال الفانوس، حيل يا بنات حبيت الشكل، حيل حبيته. والحلو مو كذا، الحلو في حاجة أحلى. شوفوا ترين طفينه، أموت فيها أموت فيها أموت فيها، حيل لذيذة. خذيت لي بالشوكولاتة، وخذيت هذه مغلفة برا شوكولاتة دارك، وهذه عادية بس حيل أحبها يا بنات، تمام؟ مرة حلوة. هذه سعرها 5 وهذه سعرها 5، أتوقع أنتم عارفينها كلكم. هذه كنت ماخذتها لسارونا بس نسيتها بالكيس، خلاص ما كانت معي يوم رحت. سعرها يا بنات 17 ريال. شوفوا شريت هذه العلب، بفتحها لكم. أول حاجة أنا خذيت واحدة، خذيت ثنتين، خذيت 3. انا ما راح اتكلم ايش هذولا، هم علب عاديات. ما جبتهم طبعا عشان تخزين الاكل ابدا، بتشوفون ان شاء الله معاي باذن الله تعالى بالفيديو الجاي. الفيديو الجاي فيديو التنظيف، وبنغير بعض الحاجات وبتشوفونهم معاي. خلوني بس اوكي، ان شاء الله يا رب تطلع على اعتقادي، يا رب على اعتقادي تطلع. والله حلوة، شوفوا والله جميلة وانيقة. شوفوا والله حلوة، رغم انها يا بنات ورق، ما بغيت اجيب بلاستيك. والحلو فيها عشان كذا انا جبتها، اني اقدر احط علبتين فوق بعض بالشكل هذا.
حياة شكلها مرتب، انتظروني بالفيديو الجاي بتعرفون شو راح اسوي فيهم. زين، انا خذيت هذه دقاسة، خلوني انزل الكاميرا شوي. خذيت هذه دقاسة كبيرة يا بنات، انتم لو سمحتوا تخرون شوي، شوفوا هي كأنها دقاسة، كأنها سجادة ممر بس حلوة، شايفين حيل حلوة، قامتها زينة يعني. سعرها يا بنات 23 ريال بس، متخيلين؟ على فكرة شفت زيها مواقع ثانية ما راح أذكرها، سعرها يتعدى 170. حيل جميلة، كمان بنفرشها بإذن الله تعالى بالمطبخ مع تغييرات المطبخ بمشي بدون ما أحفر بالجدار. أنا ما أحب صراحة أخرب الجدران كذا، أعلقها ورا وأعلق عليها عباياتي، أعلق عليها ملابسي، روبي إذا فسخته كذا يعلق أغراضي يعني، تثبت كذا بالباب، تدخل فيها طابقين. حلو، حبيت منظرها حيل حلوة. خلاص حطها كذا، إذا بغيت أسوي شاي أنا أو بصارونة أحط الترمس وأحط تحت شمعة، شايفين؟ صراحة خامتها مرة بطلة مرة بطلة. اللي تعرف هذول حقات إيش تكتب لي، كانهم حقات شوي، ماني عارف هذول حقات إيش. اللي تعرف هذول هم ديكور ولا وش سالفتهم، أحس في سيخ يدخل هنا ويطلع من هنا، ما أدري. بس حيل حابة شكلها، حابة تي صندوق أو إذا تبغين زي كذا. أنا جبته صراحة عشان أحط فوق البريك، واللون خشبي حيل حبيته كذا أنيق حلو. هنا جبت صينية، شوفوا شايفين الشياكة خشب طبعا، يا الله قد ايش حلوة، شوفوا تسمعون صوتها تخربش، احب الصوت هذا، مرة انيقة مرة انيقة. فنجان قهوة قطعت حلى الصبح، دولة القهوة التركية تشوفونها معاي كثير، من احب الاشياء اللي جبتها، راقية صراحة بالمرة راقية. حاجة خذيتها هنا، خذيت صناديق، خذيت 4 صناديق، شوفوا 1 2 3 4. هذول يا بنات بخبركم ايش نسوي فيهم، بس ننظم المطبخ. حبيت انهم رقيقات واقدر احطهم فوق بعض واكتب عليهم، شوفوا حيل حلوات صراحة، مرة جميلات، حجمهم حلو، منظمات بامتياز. كنت ادور على حاجة رقيقة زي كذا وسعرهم يا بنات رخيص، 5 ريالات. الاغراض اللي شريتها لا تقولون مسارة كثيرة ولا ما غالية، لا اسعارها مرة حلوة، وكلها خذيتها من محلات توفير يعني. طبعا هذولا بلاستيك. كل قلبي تكونين استمتعتي واستفدتي، انتظروني بالفيديو الجاي، الفيديو الجاي، الفيديو اللي انا استناه، فيديو تنظيف المطبخ، بنظف معاكم المطبخ تنظيفة عميقة، وبسوي حاجة كمان بالمطبخ ما راح تتوقعونها. انتظروني بالفيديو الجاي بنظف المطبخ كامل علشان بعد كذا نفرش. أشوفكم على خير بمشيئة الله تعالى. كذا أنا أقولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.